طبعا التيكت مباع، فان شاء الله هتكون الحفله كثير كبيره وكثير حلوه وننبسط. شو شعورك انه سلاوي عنا بالشام؟ والله يعني كثير نادر نشوف انه مقربين عم يجوا لعنا لهون على الشام، وكثير شعور حلو. هو افضل مطرب عندي سلاوي. الحمد لله محبه الناس من الله، عفويتي يمكن، واني حقيقي كثير معهم، هي هاي السبب الاكبر. حلمي اني اكون بس محبوب بين الناس، والحمد لله كنت في طريق اني الناس بتحبني مش تكرهني. الحمد لله ان شاء الله في بكل مكان حفلات، يعني ان شاء الله اللي بقدر عليه. ان شاء الله في كتير اغاني جاي جديده بستايلات جديده، وان شاء الله انا بتعجبكم زي دايما.